السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ما موقف الأردن من خطة الضم الصهيونية للضفة الغربية وغور الأردن؟ لماذا يعد الأردن حاجز الصد الأقوى ضد خطة الضم الصهيونية؟ وما خياراته لمواجهة تلك الخطة؟ وفي زهرة المدائن جبل المكبر، بلدة تسبب شبابها بألم مستمر للعدو الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين سقوط مدينة حيفا بيد العصابات الصهيونية في نيسان عام 1948. فإلى هناك. بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها، بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها. ونادى القدس في خطر، فمن للقدس يحميها؟ فمن للقدس يحميها؟ سمعت أنين حسرتها وزفرتها ولوعتها وزفرتها ولوعتها. بباب القدس تاريخ تشبث في أزقتها، يقاوم كل مغتصب تدانى من هويتها. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. يقف الأردن اليوم أمام تحد وجودي في ظل تسارع الخطوات الصهيونية الهادفة إلى ضم أراضي غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تزداد فيه معاناة المملكة الاقتصادية في مواجهة جائحة كورونا خلال الشهور الماضية، والتي أصبحت بؤرة اهتمام الدولة لتجنب أي آثار متوقعة على الاستقرار الداخلي. وعلى الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نهاية شهر يناير كانون الثاني الماضي بأن الأمن القومي الأردني هو اللاجئون والقدس والحدود، وأن الأردن لن يرسم حدودا مع دولة الكيان الصهيوني إلا أن توجهات سلطات الاحتلال تعني صناعة ورسم تفاصيل جديدة في الجهة الغربية من الحدود الأردنية. يرى مراقبون أن المصلحة والضرورة اليوم تقتضي أن يسير الأردن عكس نصائح الطبيب، وفق ما كتبه الملك أو ما عبر عنه الملك عبد الله الثاني في صحيفة واشنطن بوست. فهل سيأخذ الأردن بهذه النصيحة؟ ولا سيما بعدما أعلنه العاهل الأردني في مقابلته مع صحيفة ديرش بيجل والتي جرت في 15 مايو الماضي في ذكرى النكبة، من أنه إذا ما ضم الكيان الصهيوني أجزاء من الضفة الغربية المحتلة فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن. فما خيارات الأردن في مواجهة هذه الخطة؟ هذا هو موضوع نقاشنا في حلقة هذه الليلة مع ضيفنا من عمان الذي نرحب به الآن، الدكتور أحمد نوفل، والذي ينضم إلينا من عمان عبر سكايب. مرحبا بك دكتور. يعني يبدو دكتور أحمد لا يسمعنا. على كل الأحوال أرحب بدكتور أحمد.
الذي انضم إلينا من عمان، رئيس اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين، ولاحقا سينضم إلينا المحلل وأستاذ العلوم السياسية الدكتور صبري سميرة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير، فابقوا معنا. إذا ما ضم كيان العدو الصهيوني بالفعل أجزاء من الضفة الغربية فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية. بهذه التهديدات غير المسبوقة عبر الملك الأردني عبد الله الثاني عن موقف بلاده من الخطوة الصهيونية المرتقبة، ويتخوف الأردن الذي يقطنه أكثر من 2 مليون لاجئ فلسطيني منذ عام 1948 من ترحيل مزيد من الفلسطينيين إليه وتكريس فكرة الوطن البديل في حال ضمت دولة الاحتلال مناطق الأغوار الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية إليها. تستشعر الأردن خطورة قرار الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية، وهذا له بعدين. بعد الأول له علاقة بالتركيبة السكانية الموجودة في الأردن، وخاصة مساعي الاحتلال لما يعرف بتوطين الفلسطينيين في الأردن. الجانب الثاني على الصعيد الجغرافي، بحيث أن الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم أجزاء من الضفة الغربية وتحديدا منطقة الأغوار سيمثل خطر مستقبل على الأردن في ظل سيطرة الاحتلال الأمنية والعسكرية. الأردن اليوم أمام تحدي وجودي في ظل تسارع خطوات الكيان الهادفة إلى تسارع إجراءات تنفيذ الضم في وقت تزداد فيه معاناة المملكة الاقتصادية في مواجهة جائحة كورونا التي أصبحت بؤرة اهتمام الدولة لتجنب أي آثار متوقعة للاستقرار الداخلي. فالأردن لا يستطيع بشكل منفرد وفي ظل التفكك العربي مواجهة القرارات الصهيونية المدعومة أمريكيا دون وجود مظلة حماية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المملكة. الخيارات الدبلوماسية تقريبا هي الخيار الأكثر قدرة للأردن على اتخاذه، ولا تستطيع الأردن كثيرا أن تذهب إلى خيارات لا شعبية ولا عسكرية. وأيضا الأردن تستطيع المملكة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية أن تلجأ إلى خيار المحاكم الدولية، باعتبار أن دولة الاحتلال قد نقضت اتفاقية وادي عربة ونقضت أيضا اتفاقية أوسلو، وبالتالي المملكة الأردنية تستطيع أن تتحرك دبلوماسيا وتستطيع أن تتحرك في إطار تدني العلاقات أو سحب السفيرة أو حتى إيقاف التنسيق الأمني والاستخباري ما بين المملكة ودولة الاحتلال، وإيقاف هذا التنسيق يؤثر كثيرا على دولة الاحتلال. الخبراء السياسيون والعسكريون الأردنيون يرون أنه لا مفر من خطوة إلغاء اتفاق السلام مع العدو في حال تم إجراء ضم الأغوار ومناطق فلسطينية أخرى، واصفين الموقف الأردني بالصعب جدا لقلة الخيارات وضعفها، ومشيرين بشكل حتمي إلى انهيار العلاقات الأردنية الصهيونية نتيجة تنفيذ قرار الضم. ففي أي الاتجاهات ستذهب المملكة؟ وهل ستمتلك القدرة على اتخاذ قرارات صعبة بحسب وصف المتابعين للمشهد الإقليمي؟ مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بضيفي الدكتور أحمد نوفل، رئيس اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين، والذي ينضم إلي عبر سكايب معي عبر سكايب من عمان. مرحبا بك معنا دكتور مرة أخرى. أهلا بكم، مساء الخير. مساء الخير دكتور. قبل أن نبدأ بالنقاش حول خيارات الأردن في مواجهة هذه الخطة، نود أن نقيم موقف الأردن من هذه الخطة التي أعلنت عبر ما جاء على لسان وزير الخارجية الأردني في كانون الأول الماضي، ثم ما جاء في أكثر من مرة على لسان العاهل الأردني. كيف تقيمون موقف الأردن تجاه هذه القضية؟ يعني أنا أتحدث بصراحة، يعني الأردن عندما وقعت اتفاقية وادي عربة خرجت تصريحات وعلى أساس أن الأردن قد أصبح في مأمن من أطماع إسرائيل والحركة الصهيونية في الأردن. علما عودة للماضي قليلا لو سمحت لي، أن الأردن حقيقة هناك أطماع بالحركة الصهيونية بالأردن كما هي في فلسطين، يعني لم تنتهي الأطماع الصهيونية بالأردن. كانوا يقولون دائما أن الضفة الغربية لنا والضفة الشرقية أيضا، بمعنى أن المشروع الصهيوني في المنطقة هو يهدد الأردن كشرق الأردن ويهدد فلسطين، لكن لظروف معينة تم نزع الضفة الشرقية عن الضفة الغربية أو عن فلسطين، والأردن أعطي له استقلال على أساس شرق الأردن، لكن بقيت الحركة الصهيونية والعدو الصهيوني له أطماع في الأردن منذ القدم، يعني ليس بالأمر الجديد. الآن بصراحة انكشفت الأمور، علما أنه عندما وقعت اتفاقية وادي عربة أيضا من 94 البعض كان يقول خلاص انتهت الأطماع الصهيونية في الأردن،
لكن الآن عودة للبدء أن الأطماع إسرائيل في الأردن ما زالت قائمة، ليس فقط من خلال التوقيع على أساس أنه قضية الأغوار وضمها وإلى آخره أو اتفاقية صفقة القرن، لكن في نفس الوقت الأردن مهدد دائماً. نعم. على أساس أنا أتحدث صراحة أن يعني إسرائيل لها أطماع في كل الوطن العربي، إن كان في الجزائر أو في مصر أو في لبنان، في كل الوطن العربي، فكيف بالله دولة محاذي العدو الصهيوني؟ نعم. إذن هذه الأطماع هي طبيعية لأي دولة عربية ولأي شعب عربي، والأردن بالذات كونه له حدود، أكبر حدود مع فلسطين، إلى هناك أطماع إسرائيلية بالأردن. هذه الأطماع لم تنتهي، لم نتفاجأ، لكن الآن جيد أن الأردن استوعب العملية وبدأ يحدد على أساس أن الشعب الأردني في الواقع بمجمل جميع فئات الشعب الأردني يقف مع القيادة الأردنية، أن الآن بشكل واضح العدو المشترك هو الكيان الصهيوني، يهدد الأردن، يهدد الكيان السياسي للأردن، يهدد مستقبل الأردن والشعب الأردني. نعم. إذن الآن انكشفت الأمور بشكل أكبر. نعم. أيضا نقطة مهمة، أن الأردن الذي كان يعتمد طيلة السنوات الماضية على الحليف الأمريكي، أيضا هذا الحليف الأمريكي أيضا سنأتي إلى هذه النقطة دكتور، يعني في في نعم. في وقت لاحق من هذه الحلقة، في الحقيقة الموقف الأمريكي والمواقف العربية أيضا، هل هي مساندة للأردن أم لا؟ لكن أنت تحدثت في نقطة غاية في الأهمية، والنقطة التي تكلمت عنها هي فقط انكشاف هذا التناقض الجوهري بين مصلحة الأردن واستراتيجية الأردن في التعامل مع القضية الفلسطينية، وبين ما تريده دولة الاحتلال من خطط ضم واستيطان وإلى آخره، وهذا الذي أوصل الأمور حتى الآن إلى هذا التناقض الكبير، وإلى محاولة خلينا نقول صدام بين الأردن وبين دولة الاحتلال. الآن ما تم التعبير عنه من المملكة سواء من العهد الأردني أو من وزير الخارجية، هذه المواقف ماذا تحمل في طياتها؟ يعني هذه أيضا تتلائم مع الشعب الأردني. الشعب الأردني صحيح وقعت اتفاقية وادي عربة، لكن بشكل عام الشعب الأردني يرفض تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وهذا بالطبع دليل على أساس أن الآن توجد يعني إرادة الشعب الأردني مع الموقف الرسمي للأردن، وهذا بالطبع شيء عظيم. يعني يستطيع النظام السياسي في الأردن يعتمد على موقف الشعب الأردني من إسرائيل، وهذا بالطبع نادر أن تحدث في ظروف سياسية مختلفة، إن كان في الأردن أو في دول عربية أخرى، على أساس أن الآن الشعب الأردني يقف إلى جانب وخلف القيادة الأردنية ضد الأطماع الإسرائيلية في الأردن. نعم. انكشفت الأمور. وأيضا قضية مهمة أخرى، علينا لا نثق بهذا العدو. هذا العدو خدع الشعب الفلسطيني، خدع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وإلى آخره. وأيضا بالنسبة لمصر، لا هناك كثير من القضايا كانت عالقة في بعد اتفاقية كامب ديفيد، وبالتالي علينا أن لا نثق بهذا العدو الذي يتحين الفرص للانقضاض على الدول العربية وعلى الشعوب العربية. الآن القضية بدأت تظهر بشكل أوضح، على الأردن أن يعيد بناء تحالفات جديدة في المنطقة. بالسابق كنا نتوقع حقيقة، أنا آسف أسبق الأحداث، لكن بالسابق كنا نقول خلاص بعد 94 بعد اتفاقية وادي عربة انتهت أزمة الأردن أو مشاكل الأردن مع العدو الصهيوني. في نفس الوقت كان الأردن يقول دائما أن هناك الرعاية الأردنية ورعاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس، ومع ذلك تحت غطاء الرعاية الأردنية للأماكن المقدسة في القدس كان العدو الصهيوني يقوم بتهويد القدس باستمرار ويحرج النظام السياسي في الأردن. يعني حتى هذه الرعاية دكتور التي تكلمت عنها، يعني كان في تسريبات مؤخرا أن دورا سعوديا سيكون في هذه الرعاية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية. على أي حال هناك محاولة بالفعل، محاولة ابتزاز للأردن من خلال أكثر من قضية. لكن قبل ذلك نتكلم عن خيارات الأردن في مواجهة هذه الصفقة. أنت ذكرت اتفاقية وادي عربة الموقعة في عام 94 أكثر من مرة، هل الأردن ستفكر مثلا بتعطيل أجزاء من هذه الاتفاقية أو بوقف العمل بالاتفاقيات الثنائية كاتفاقية الغاز وغيرها؟ بماذا ستبدأ الأردن ردا على هذه الخطة؟ كما قلت، على الأردن أن يعيد حساباته، استراتيجيته، ليس فقط باتجاه إسرائيل، تجاه الإقليم وأيضا التحالفات الدولية. بالذات بالنسبة، نحن نعرف الوضع الاقتصادي في الأردن وضع صعب خاصة بعد أزمة كورونا، لكن في نفس الوقت الأردن أمام تحدي مصيري وجودي للنظام السياسي، وليس نظام عفوا حتى للدولة الأردنية،
لهذا أن نستمر ونقول بأنه تلك يعني الاستراتيجية كانت موجودة من قبل، أن نستمر بالحديث عنها الآن، آن الأوان لنعيد قلب الأوراق من جديد. نعم. قلب الأوراق على بمعنى تلك التحالفات لم تأتي في الأردن بأي أي قضايا إيجابية، وبالذات التحالف مع أمريكا ضد يعني أو كان الأردن صديق ووفي حليف لأمريكا، ها هي أمريكا تخلت عن الأردن. وبالتالي أيضا بالسابق كان الأردن يتوقع أنه من خلال يعني عملية السلام إن كانت الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني وأيضا الأردن مع الكيان الصهيوني أن يؤدي ذلك إلى وجود نوع من الثلاثي أردن فلسطين وإسرائيل كتكتل اقتصادي في المنطقة لبناء شرق أوسط جديد كما تريد الولايات المتحدة. هذا أيضا هذا الحلم الذي كان يراود البعض آن الأوان لكي نعيد بناء استراتيجية جديدة. أيضا بصراحة أن القضية الأساسية أراها أن الأردن بالتالي يؤيد السلطة الفلسطينية في تحركاتها السياسية، شيء إيجابي أنه يؤيد هو الفلسطينيين، لكن أيضا الفلسطينيين ثبتوا بعد أوسلو أنه أدوا للقضية الفلسطينية إلى الهاوية، بمعنى الكثير من يعني من المشروع الوطني الفلسطيني تم التخلي عنه باتفاقية أوسلو. لا يجوز للأردن أن يستمر بتأييد السلطة الفلسطينية إذا استمرت السلطة الفلسطينية بالتلاقي مع إسرائيل باعتقاد أنه بنى دولة فلسطينية وعاصمة القدس. هاي إسرائيل تتخلى عن هذا المشروع. إذا الأردن لا يستطيع أن يستمر في دعم السلطة الفلسطينية إذا استمرت بهذا التوجه. آن الأوان أيضا الأردن يعمل تحالفات مع حماس مع تنظيمات فلسطينية أخرى. لماذا تستمر الأردن وهذه ورقة رابحة بيد الأردن تستطيع أن ترفع الكرت الأحمر مع إسرائيل ومع أمريكا وتقيم علاقات جديدة مع حركة حماس. حركة حماس حركة منتخبة في الضفة الغربية وفي غزة ب96، وبالتالي لا يستطيع الأردن أن يستمر ويرفض المشروع الصهيوني بالنسبة لما يحدث حاليا وفي نفس الوقت يستمر بالتحالفات مع السلطة الفلسطينية على حساب القضية الفلسطينية. هذه قضية ورقة رابحة يستطيع الأردن يستغلها ويهدد فيها أيضا الولايات المتحدة. لا تستطيع الولايات المتحدة من واشنطن أن تفرض على الشعب الأردني باتخاذ قرارات تتناقض مع مصير الشعب مصالح الأردن، وهذا بالطبع الذي من الممكن أن نعمل عليه. مش قضية مرتبطة بصراحة في قضية وادي عربة أو اتفاقية، هي اتفاقية مهمة لكن أولا غير اتفاقية اللي تفضلت وأثرتها اللي هي اتفاقية الغاز. السفارة الأمريكية السفارة الأردنية في تل أبيب على الأقل أن يهدد بسحب السفير ويطرد السفير الإسرائيلي من عمان. يعني هذه أوراق مهمة يعيد خلط الأوراق من جديد، لأنه في النهاية ماذا استفاد الأردن؟ البعض كان يرى أن الأردن بعد توقيع اتفاقية وادي عربة ستأتي يعني كما وعد الشعب المصري بعد اتفاقية كامب ديفيد أنه يعني الوضع الاقتصادي سوف يتحسن إلى آخره. بالعكس ما زلنا نعاني، وهذا بالطبع دليل على أساس أن الأردن يعني في اتفاقية وادي عربة جرب السلام مع هذا العدو الذي له أطماع في الأردن وفي فلسطين وفي أقطار عربية أخرى، ولكن هذه التجربة فشلت كما فشلت أوسلو. نعم. يعيد بناء استراتيجية جديدة مبنية على أبعاد يعني أمام كل ما ذكرته دكتور، هل أنت تحاول أن تفسر ما جاء على لسان العاهل الأردني في قبل أسبوعين أو أكثر من أن الكيان الصهيوني إذا ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة فإن ذلك قد يقود إلى صدام كبير مع بلاده؟ ماذا يعني ملك الأردن؟ هل لكم أن تتوقعوا ماذا يعني بذلك؟ يعني بصراحة يعني إننا نبعد كثيرا، يعني نتوقع أنه يعني الأردن سوف يدخل الجيش الأردني في حرب مع الجيش الإسرائيلي أو مع إسرائيل، هذا مستبعد بصراحة. لكن ممكن كما قلت الأردن يمتلك أوراق رابحة مهمة، أوراق مهمة في العملية، كما قلت علاقته مع الولايات المتحدة وعلاقته مع حماس وعلاقته مع السلطة الفلسطينية وأيضا علاقته مع الحكومة نتنياهو المتطرفة. الأردن مد إيده لتحقيق السلام، لكن إسرائيل هي التي يعني أمعنت بممارساتها ضد الفلسطينيين وأيضا ضد اتفاقيات مع الأردن ومع السلطة الفلسطينية. إذا على الأردن أن يغير من هذه الاستراتيجية كما يخلط الأوراق. يعني ليس بالضروره فقط قضيه انه والله البعض بيقول انه هل الاردن يدخل الجيش الاردني الجيش العربي الاردني يدخل في حرب مع اسرائيل؟ يعني اذا جيوش عربيه بال 67 او 73 لم تستطع ان تحقق الكثير، لكن لا يستطيع الاردن بمفرده كجيش اردني ان يدخل في حرب طويله مع اسرائيل. لا
لكن في نفس الوقت القضية الممكن نركز عليها هي العلاقات السياسية، إن كانت مع إسرائيل وتحالفات إسرائيل مع الدول العظمى زي الولايات المتحدة، وأيضا أن يعلو صوت الأردن مع الدول العربية في جامعة الدول العربية، نقول لهم هاي إحنا كأردن قدمنا عملنا معاهدة السلام، هاي إسرائيل تقوم به هي بخرق هذه الاتفاقية، ومن يريد أن يطبع علاقاته مع هذا العدو عليه أن يتوقف للتريث، لأنه إحنا وقعنا اتفاقية السلام ومع ذلك شو يعني ماذا يفعل ضد الوجود الأردني ضد الدولة الأردنية. هذه ورقة مهمة جدا، عليه أن يضغط على الدول العربية خاصة الدول العربية بالخليج أنه لا يعني يجوز أن تستمروا بهذه السياسة في تطبيع علاقات على حساب الأردن. هلا هذه القضية التي يمتلكها الأردن وبلا شك مهمة جدا، أن هناك يعني تحالف كبير بين الشعب الأردني الذي يؤيد يعني كل الشعب الأردني هذه السياسة، يعني لو عملنا استفتاء للشعب الأردني حقيقة يؤيد القيادة الأردنية بقضية بناء استراتيجية جديدة في العلاقة مع إسرائيل، غير قطع العلاقات وغير البعد الاقتصادي، أيضا السماح في انفراج سياسي في الأردن، هذه قضية مهمة. يعني بالسابق كنا نقول إنه والله إذا استطعت أنت في الأردن أن تنطلق الدولة العربية بالتالي أنت تحاكم عليها القانون، الآن لا، في دول عربية من الممكن أن تقف مع إسرائيل ضد الأردن، لا نستطيع أن ننتظر ونقول والله إنه لا يجوز القانون الأردني لا يسمح بانتقاد دولة أو زعيم دولة عربية، لكن إذا زعيم الدولة العربية هذا يريد أن يعمل ضد المصالح الأردنية إذن علينا أن نكون في إنفراج سياسي في الأردن من أجل أن نبعد على أن نؤكد على مستقبل الأردن، أما أن نقول والله إنه يعني هذا الشيء لا يجوز لأنه هذا يؤثر على العلاقات الأخوية، العلاقات الأخوية مهمة العربية مهمة جدا بلا شك، لكن في نفس الوقت ليس على حساب الوجود الأردني الوجود الرسمي الأردني، خاصة عندما تنكشف الأمور ليس فقط للقيادة الأردنية، تنكشف الأمور للشعب الأردني عندما تجد أن هناك تحالفات تحدث من تحت الطاولة بين بعض الأنظمة العربية مع هذا العدو على حساب الأردن وعلى مصلحة الأردن، سيأتي علينا أن نعيد بناء استراتيجية جديدة وتحالفات جديدة، ليس فقط تحالفات عربية وحتى إقليمية، يعني ما بصير نظلنا نتحدث عن يعني دكتور هو التحالفات يعني أنت تعرف أن المنطقة العربية والإقليم ليس مستعدا لهذا النوع من التحالفات، لذلك يبدو الأردن وحيدا في هذه المواجهة مع الأسف، لكن على الأقل هل تتوقع أن يقوم الأردن بدراسة استراتيجية جديدة، ولا سيما أن القيادة الإسرائيلية أو الصهيونية التي تعاملت مع الأردن في سبعينيات وثمانينيات حتى تسعينيات القرن الماضي ليست ذاتها، يعني إسرائيل أو الكيان الذي يتعامل الآن مع الأردن ومع الشعب الفلسطيني ومع هذه المنطقة ليس هو ذاته قبل سنوات، وبالتالي يجب أن تتغير هذه الاستراتيجية في التعامل. يعني عندما يقول تتغير استراتيجية ليس لصالح إسرائيل بلا شك، طبعا استراتيجية بلا شك لصالح الأردن، لكن الأردن جرب يعني مع حزب العمل والليكود وها يعني هلا جانس ونتنياهو بتحالفوا وبشان يعني تنفيذ هذا المشروع، لكن في نفس الوقت إلى متى ممكن أن نتحدث أنه ممكن أن نعمل عملية سلام وتسوية مع إسرائيل؟ يا عزيزي الحركة الصهيونية الأيديولوجية الصهيونية مع السلام خطان متوازيان لا يلتقيان ابدا بين السلام وبين يعني بين تحقيق السلام ويعني مع الدول العربيه وفي نفس الوقت ان يستمر الاحتلال. الاردن حقيقه محرج يقول بانه القدس اماكن مقدسه تحت الرعايه الاردنيه، وفي نفس الوقت تقوم الحكومه الاسرائيليه باحراج الاردن عندما تسمح لوزراء في الحكومه الاسرائيليه ومستوطنين يذهبون الى الاماكن المقدسه الى ساحه المسجد الاقصى ويقومون بالاعتداء على المصلين هناك، علما ان الاماكن المقدسه هي تحت الرعايه الاردنيه تحت الرعايه الهاشميه. لو كان هناك ذره اخلاق لدى الحكومه الاسرائيليه لكان ممكن على الاقل ان تاخذ بعين الاعتبار ان هذا يشكل احراج للاردن، لكن مع ذلك الحكومه الاسرائيليه ثبتت انها ليست في صدد تحقيق سلام لا مع الاردن ولا مع الفلسطينيين ولا مع اي دوله عربيه، هذا الكيان كيان عنصري وبالتالي هذا الكيان مستحيل اقامه السلام معه، وبالتالي علينا ان نبني استراتيجيه على اساس الاستمرار في حشد القوى الجماهيريه، القوى السياسيه، القوى الاقتصاديه وايضا القوى العسكريه على اساس في المستقبل ممكن تتغير قضايا كثيره. ها هو
مرين في واشنطن محاصر، وبالتالي بالسياسة ما في شيء دائم، ممكن تتغير قضايا كثيرة وتنقلب يعني السحر على الساحر وتنقلب الأمور على نتنياهو وحكومة جانس. ما فينا نراهن دائما والله إنه هذا سوف يستمر. نتنياهو حقق إنجاز كبير الآن بتشكيل هذه الحكومة، لكن في نفس الوقت هذا كشفت للعالم إنه والله هذه إسرائيل هي التي لا تريد أن تحقق سلام. الأردن والدول العربية والفلسطينيين مدوا أيديهم بأوسلو ووادي عربة وكامب ديفيد، ومع ذلك هاي بعد سنوات طويلة ما في أي سلام تحقق في المنطقة. بل بالعكس، يعني هذا دليل يا عزيزي أنه هذه الأيديولوجية الصهيونية وهذا العدو هو في الواقع. لكن دكتور على ذكر الشعب الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، هل نتوقع أن تسبق الأردن في خياراتها وخطواتها في مواجهة هذه الصفقة الموقف الفلسطيني؟ يعني أنت تعرف الموقف الفلسطيني سواء منظمة التحرير أو السلطة المنبثقة عن اتفاقية أوسلو، يعني حتى الآن موقف غير عملي، فقط يعتمد على بعض يعني الشعارات الرنانة التي أطلقها السيد محمود عباس، ويتكلم يعني اشتي على سبيل المثال رئيس الوزراء الفلسطيني يتكلم يقول إسرائيل بدأت بتنفيذ بعض خطوات الخطة على أرض الواقع. يعني هو فقط ينقل لنا الأخبار وكأننا لا نطالعها إلا من خلاله. يعني بالمقابل هناك قيادات أيضا يعني في الساحة الفلسطينية انتقدت المالكي وزير الخارجية وأيضا اشتيت بهذه التصريحات التي تدل ما شاء الله على طيبة الشعب أو طيبة القيادة الفلسطينية في تحقيق السلام. يعني توفيق الطيراوي تحدث يعني بالأمس على أساس أنه يجوز أن نظهر بأننا نؤيد مثل هذا الموقف الإسرائيلي. أيضا عندما نتحدث عن موقف أردني لابد أيضا أن يوازي موقف فلسطيني جديد. يعني لا يجوز للسلطة الفلسطينية أن تستمر بخداع الشعب الفلسطيني بحجة أنه والله بأن دولة فلسطينية وعاصمة القدس، وكأنه هذا الكليشيه هو الأساس. يا عم الدبي إسرائيل ما بدها لا دولة فلسطينية ولا تعطيك القدس، وبالنهاية عليك أن أيضا تقلب الطاولة بالنسبة للفلسطينيين تقول ما بنا لا دولة ولا بنا دولة مسك عاصمة القدس، بنا فلسطين من النهر إلى البحر، بنا فلسطين ما قبل 48، بنا بهذه ساعتها إنه والله إحنا جربنا. يا عالم يا غرب يلي متحضرين يا ديمقراطيين بدكم نعمل سلام، هاي نعملنا سلام. بعد ذلك مين اللي وقف ضد السلام؟ هاي إسرائيل تريد أيضا مصادرة والضفة الغربية وأيضا التأكيد على شرعية الاستيطان ودولة عنصرية بعد صدور قانون العنصري الإسرائيلي الأخير. إذا هذه الدولة هذا الكيان بدأ يشبه تماما يا أخي حكومة جنوب إفريقيا عندما بدأت فعلا تطبق العنصرية التمييز العنصري ضد الشعب الإفريقي، وبالتالي العالم وقف مع الشعب الإفريقي في جنوب إفريقيا ضد حكومة جنوب إفريقيا. الآن ممكن التركيز عليها على أساس أنه هذا شيء لا يجوز أن تستمر السلطة الفلسطينية بالحديث على الرغم كل هذه يعني التحدي الصهيوني الإسرائيلي المؤيد من قبل أمريكا لهذا التحدي في نفس الوقت للشعب الفلسطيني، ونستمر نقول والله بدنا نعمل دولة فلسطينية عاصمة القدس. ما بدنا دولة فلسطينية عاصمة القدس، نريد دولة فلسطينية عاصمة القدس لكن كل فلسطين. تعالوا إحنا جربنا ما بدنا، تعالوا على الأقل ترى تقسيم فلسطين، تعالوا على الأقل بدنا كل فلسطين. إحنا جربنا معكم سلام وأنتوا اللي فشلتوا، أنتوا ما يعني لم تنجح دول العالم بالضغط على إسرائيل من أجل أن تنفذ ذلك. إذا علينا أن نبحث أيضا عن استراتيجية جديدة، نحن نتحدث عن فلسطينيا وليس فقط أردنيا. أما الوهم خداع الشعب لا يجوز أن تستمر. يعني السلطة الفلسطينية يعني وصلت إلى مرحلة يعني فعلا مؤلمة جدا أنه قادت الشعب الفلسطيني خلفها أمام سراب قيام دولة فلسطينية. في النهاية أوسلو سوف يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمة القدس، لكن تبين أن لا، حتى الدولة الفلسطينية حتى أريحة، حتى الأهوار اللي أريحة جزء من الأهوار إسرائيل فيها مستوطنات وبالتالي تريد مصادرة هذه الأراضي. إذا لا يجوز أن نستمر في خداع الشعب الفلسطيني، نقول جربنا كما قلت بالنسبة للأردن وفشلنا، ونريد أيضا الآن كما أنه في هناك بين قوسين تطرف إسرائيلي أيضا في تطرف فلسطيني. تطرف فلسطيني بيننا كل فلسطين، واللي مش عاجبه يشرب مية البحر. صحيح دكتور، ولا سيما أن المستوطنين الصهاينة غير موافقين على خطة الضم، وحتى عندما سألت متخصصا في الشأن الصهيوني قلت له لماذا لا يوافق المستوطنون على ذلك، قال لأنهم يعني يريدون ما هو أكثر من ذلك، لا يريدون أن يعطوا للفلسطينيين أي شيء،
وبالتالي نحن أمام كيان يتحكم به متطرفون كما تفضلتم كلهم متطرفون. السؤال الآن المطروح هو ماذا لو بدأت بالفعل كما قلنا خطوات الضم، وفي شهر يوليو القادم بدأت الإجراءات على أرض الواقع كما هي الآن، ماذا يفعل، ماذا سيفعل الشعب الفلسطيني؟ هل هو قادر بالفعل على صد هذه الهجمة؟ يعني أنا ضد فكرة هذا السؤال، اسمح لي يعني أستاذ يونس، يعني قد يعمل بلا شك الشعب يستطيع بمقاومته للاحتلال. الشعب الفلسطيني من 48 للآن وهو يقاوم، حتى ما قبل 48 من ثورة 36 في مقاومة. يعني ما في دولة في العالم بعد 48 أو بعد 45 نشأت وما زال الشعب يقاوم وجودها. الشعب الفلسطيني ما زال يقاوم، لم يتوقف عن مقاومته لهذا المشروع الصهيوني في وطنه. لهذا إعطاء الضوء الأخضر لهذا الشعب للانطلاق في الضفة الغربية كما هم محظوظ في قطاع غزة. يعني حقيقة لماذا قطاع غزة فيها مقاومة؟ لأنه لا توجد فيها سلطة فلسطينية تنسق أمنيا مع إسرائيل، ومع ذلك بدأت يعني طائرات قطاع غزة وصواريخ قطاع غزة وصلت إلى القدس ومطار اللد. بمعنى أنه ما بصير نقول والله بدنا نعمل دولة فلسطينية وفي نفس الوقت إحنا مسالمين، وبالتالي مشان الله لا إسرائيل لا نتنياهو أعطونا الدولة. يعني هذا شيء في السياسة ما لا يجوز. أنت تمتلك القوة تستطيع أن تفرغ على عدوك. ليش أقول يعني تجربة الجزائر ولا فيتنام، أي شعب في العالم تحت الاحتلال بالتالي بده يقاوم. المشروع الوطني الفلسطيني الآن مخطوف في أوسلو، نريد أيضا إعادة هذا يعني هذا المشروع الوطني، بناء نهضة أو مشروع وطني فلسطيني واسع، وبالتالي جميع الشعب الفلسطيني ليس في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة ولا حتى فلسطيني 48 حتى بالشتات. يعني أوسلو بعد 6 أو 7 ملايين فلسطيني ما عاد لهم أي دور في المشروع الوطني الفلسطيني. الآن نريد يعني المؤتمر الشعب الفلسطيني حقيقة يريد لملمة الصفوف على أساس أن يكون لنا دور بالخارج لدعم المشروع الوطني الفلسطيني المقاوم للمشروع الصهيوني في أرضنا في وطننا. لهذا يعني من 48 للآن 72 سنة تقريبا ما زال الشعب الفلسطيني يقاوم هذا الوجود. لو كانت إسرائيل موجودة في مكان آخر لكان من الممكن استقر لها الأمور، لكن هذا يعود لعظمة الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته المستمرة ما زال. يعني بالأمس شفنا يعني الشاب الفلسطيني اللي هو يعني بالقدس تم إطلاق النار عليه. نعم، إياد الحلاط. نعم، إياد خاصة. يعني هذا بالطبع طبيعة العدو اللي بتتعامل أنت معاه. ما تقول لي في إنسانية، ما هذا هو طبيعته. يعني يريد أن تستعمل هذا الجندي الإسرائيلي يشبه إلى بشكل كبير الجندي الشرطي الأمريكي الذي دعس على رقبة الشاب جورج في الولايات المتحدة. هذه الثقافة السائدة إن كانت في الولايات المتحدة أو في إسرائيل أو في أي مكان استعماري كان في الجزائر مع الفرنسيين أو في دول أخرى. إذا الآن عندما نتحدث يا أخي من أجل الخروج من هذا المأزق علينا أن نعيد خط الأوراق من جديد. علينا نتحدث عن مشروع وطني فلسطيني مقاوم، ليس يتحدث على أساس نريد دولة فلسطينية وعاصمة القدس. يعني هذا الكليشيه الناس في الشارع الفلسطيني الطفل الفلسطيني صار يستهزئ فيه. شو علينا؟ صلق من 94 دولة في الدولة فلسطينية وعاصمة القدس، وإسرائيل عم تبني مستوطنات وبتهود القدس بتهد البيوت وبتزيد الاستيطان إلى آخره، وفي نفس الوقت حافظ لي المسؤولين الفلسطينيين بنا دولة فلسطينية وعاصمة القدس. العالم مش معانا، العالم مع القوة في الوقت اللي كانت المنظمة التحرير. يعني حتى هذا الخيار لم يعد مطروحا الآن دكتور في 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 ضوء هذه الخطة، لم يعد حتى خيار الدولتين مطروح أو ممكن الحديث فيه. يعني من الجنون الحديث في هذا الخيار. والقيادة الفلسطينية لعلها وصلت إلى قناعة الآن أن مشروعها مشروع التسوية صدم بجدار الرفض الصهيوني على أرض الواقع، وبالتالي هي ربما تبحث أو ربما تفكر بخيار آخر، لكن ليس من ضمن هذه الخيارات هو التخلص من هذه الاتفاقية وأثرها على الشعب الفلسطيني. الله يا أخي يونس يا ريت يفكر زي ما أنت بتفكر حاليا، إنه يفكروا في خيار آخر. أنا بسمع تصريحات للمسؤولين ما زال بيقولوا العودة لطاولة المفاوضات. هل في احتمال يصير يعني لقاء في موسكو بشكل غير مباشر والفلسطينيين شاركوا فيه والإسرائيليين مع أمريكا قطاع أمريكي وروسي؟ يعني ما زال العودة إلى طاولة المفاوضات ومطلب لدى القيادة الفلسطينية في رام الله، وهذا الشيء لا يجوز. يعني يقولوا إحنا جربنا، فجربنا هذا اللي نعمل سلام، وبالتالي رفضوا. مين اللي اغتال إسحاق رابين؟ هم الفلسطينيين ولا إسرائيليين؟ يا
يعني بالتالي هم اللي يرفضون السلام مع الفلسطينيين. ما هذه المشروع العربي، المبادرة العربية قدموها وقالوا هاي مبادرة عربية، مستعدين كل دول العربية والإسلامية تعترف بالكيان الصهيوني، وبطبع هذا الشيء مرفوض، لكن مع ذلك مين رفضها؟ إسرائيل. إذا القضية صارت واضحة. لماذا يعني دائما نقول والله بدنا دولة فلسطينية؟ أنت يعني تخاطب مين؟ تخاطب أيديولوجية عنصرية تشبه لحد كبير عنصرية يعني كما كانت في جنوب إفريقيا. لا يجوز الحديث معها بلغة السلام. في البداية كنا نتحدث على أمل أنه تغير رأيها، لكن في النهاية ثبت للجميع الرأي الفلسطيني يعني الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي أن إسرائيل هي العقبة أمام تحقيق السلام. وبيجي بقول لك والله الفلسطينيين يعني لا يعني يرفضون الفرص التي تتاح لهم. شو أكثر من هيك؟ شو من الممكن أن المرحوم ياسر عرفات قدم كل ما يستطيع ومع ذلك استنوا يعني؟ وبالتالي هذا أبو مازن أكثر من هيك شو بقول؟ لا بده يروح على صفد إلا كسائح، وكل اللي قدموا بقول لك المقاومة هذا أنا ضدها، ومع ذلك أيوه عزلوا، وبالتالي لا يستطيع أن يتحرك إلا تحت كما يقول هو تحت الجند أو سيادة أو الجند الإسرائيلي. إذن آن الأوان يعني للحديث عن استراتيجية جديدة. أما الحديث دائما والله إحنا بدنا سلام وفي نفس الوقت بدنا دولة فلسطينية، يا عم تذهب الدولة الفلسطينية اللي بدهم إياها بهذا الشكل للجحيم. لا، بدنا دولة فلسطينية وبين وطن فلسطيني، يعني أن يكون الوطن الفلسطيني بكامل فلسطين، واللي مش عايز بشر مية البحر كما يقول المرحوم ياسر عرفات، لأنه هذا المشروع الفلسطيني. أما بدنا دولة فلسطينية في جزء من الضفة الغربية وأن تبقى المستوطنات وتنفصل عن قطاع غزة ومصادرة الأغوار الأراضي في الأغوار وكل ذلك وأيضا تهويد القدس، إذا ماذا تبقى من مشروع الوطن الفلسطيني؟ هل يعقل أنه بعد هذه التضحيات الكبيرة التي يعني قدمها الشعب الفلسطيني كل السنوات هذه في النهاية يتمخض عن قيام دولة فلسطينية بهذا الشكل؟ لا. وبالتالي الآن باعتقادي الآن يعني تأخذ المشروع في النهاية آن الأوان، المشروع الفلسطيني الآن لابد من إعادة اعتبار للمجلس الوطني الفلسطيني الأول، بمعنى اللي هو كان يطالب كما كان يقول منظمة التحرير الفلسطينية نشأت من 64 لتحرير فلسطين، ليس فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة لأنه ما كانت محتلة من قبل إسرائيل. نعم. كان تحرير فلسطين فلسطين 48. ولهذا يقال أنه يعني شمعون بيرز لما كان وزير خارجي في أوسلو يعني قيل أنه هل ممكن تفاوضوا فعلا منظمة التحرير الفلسطينية؟ قالوا نعم بالفوضه، لأن عندما تصبح منظمة التحرير الفلسطينية ليست منظمة لتحرير فلسطين. نعم. وهذا ما حدث. لهذا هم اللي اعترفوا بمنظمة التحرير، اعترفوا فيها لأنها لم تعد تفكر بتحرير فلسطين، أصبح كيان سياسي للأسف. وبالتالي يعني تنظيم سياسي أكثر منه تنظيم تحرير. أخيرا دكتور اسمح لي أسأل عن تنسيق المواقف بين منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية رئيس محمود عباس وبين الأردن. هل تعتقد من خلال طبعا مراقبتكم للأحداث أن هناك تنسيقا في المواقف وأن هناك محاولة توحيد الموقف الفلسطيني الأردني لأن المصير مشترك؟ يعني شوف لا بد يعني إن لم يكن موجود لا بد من وجوده. يعني الأردن مهدد والقضية الفلسطينية مهددة بالتصفية، ده شو بيستنوا؟ نعم. وقت ملائم. يعني باعتقادي كمان على الأردن يعني أن لا يستمر في التعاطي مع القضية الفلسطينية فقط من خلال السلطة الفلسطينية. يعني هناك حركة حماس، جهاد إسلامي، جبهة شعب، في تنظيمات فلسطينية في الانتخابات الفلسطينية يعني ب 2006 على ما أعتقد نالت حركة حماس الغلبية، وبالتالي حركة حماس تمثل الشعب الفلسطيني. يعني أنا لست بالحماس، لكن في نفس الوقت هي التي فازت بالانتخابات يعني كناحية ديمقراطية. إذا مفروض الأردن أن يبدأ صفحة جديدة في أيضا تحالفات الفلسطينية ويبدأ في علاقات مع حركة حماس على أساس أنها هي تمثل ليس في قطاع غزة بل هي تمثل أيضا الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وبالشتات. هذا شيء مهم. هذا أيضا على الأردن أن لا يعني ينظر للقضية الفلسطينية من زاوية السلطة الفلسطينية، لأنه هذه النظرة لا تخدم الأردن ولا مستقبل الأردن. أولا الشعب الأردني لا يؤيد هذا التصور، أنه الشعب الأردني ينظر على أساس أن تحرير فلسطين السلطة الفلسطينية إذا استمرت بهذا النهج اللي هو فقط نريد دولة فلسطينية بالضفة مع وجود الاستيطار والمستوطنات وتهويد القدس وإلى آخره، أنا باعتقادي كل الشعب الفلسطيني يرفض هذا الموقف.
لهذا على الأردن كدولة أن تتلائم بمواقفها السياسية مع طبيعة الشعب الأردني. ماذا يريد الشعب الأردني؟ هو وتقول إنه نحن كدولة ديمقراطية نأخذ بعين الاعتبار إرادة الشعب الأردني. الشعب الأردني ضد إسرائيل. أنتم كدولة دول غربية مش دائما بتقولوا ديمقراطية وحرية الرأي؟ الشعب الأردني يعمل استفتاء كله ضد إسرائيل، لا يريد تطبيع علاقات، ضد أوسلو، ضد وادي عربة. يعني هذا دعم للموقف الرسمي الأردني، هذا دليل على أساس أن الأردن يستطيع أن يعتمد على هذا الموقف الشعبي المؤيد للأردن، الحكومة الأردنية في موقفها ضد إسرائيل. بالمقابل أيضا هناك قضايا لابد من ذكرها بالنسبة للسلطة الفلسطينية، يعني برضو الأردن يستطيع أن يضغط على السلطة الفلسطينية، لا يجوز أن تستمروا بهذا الموقف، لأنه هذا الموقف الحالي لا يخدم لا الأردن ولا فلسطين على المدى البعيد. إذا علينا أن يعني نتحالف مع بعض كجبهة واحدة. نأمل ذلك دكتور، يعني نأمل ذلك مع أن الواقع يعني يفيد بالعكس. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سعيد نوفل رئيس اتحاد الأكاديميين الفلسطينيين، طبعا شكر خاص لبقائك معنا طيلة هذا الوقت، كان من المفترض أن يكون معنا ضيف آخر لكن لعل المانع خير. شكرا دكتور، وإن شاء الله مزيد من التوحد أو الوحدة الوطنية والأردنية في مواجهة هذه الخطة، خطة الضم الصهيونية. ننتقل بكم إلى زهرة المدائن والحديث اليوم عن جبل المكبر، وهي طبعا بلدة في جبل المكبر تسببت بألم متواصل للاحتلال الصهيوني، فالمتابعة. من أبرز بلدات القدس العصية على الاحتلال جبل المكبر. تقع بلدة جبل المكبر فوق تلة تطل على المسجد الأقصى جنوباً. على قمتها كبر عمر بن الخطاب حينما رأى القدس لأول مرة، تبلغ مساحتها قرابة 5000 دنم، أما عدد سكانها اليوم يصل إلى 21,000. في قلبها زرع الاحتلال مستوطنة زهافت سيون، أما على أطرافها أقام مستوطنتين أخريين. فصل الاحتلال بجداره العنصري بين عائلات جبل المكبر وامتدادها في الشيخ سعد والسواحرة الشرقية، وحرمهم من التواصل والتناسب. عرف أهالي البلدة بمقاومتهم المستمرة للاحتلال. في السنوات الأخيرة ألحق أبناؤها خسائر فادحة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، ووفقاً للإحصائيات فإن بلدة جبل المكبر قدمت أكثر من 150 من أبنائها شهداء منذ بدء الاحتلال. تعاني البلدة كما كل الأحياء المقدسية من نقصاً في الخدمات والمرافق العامة، ومن الاقتحامات والاعتقالات والحواجز والتضييق المستمر، لكن الثابت في كل ما سبق أن المكبر ما زالت صامدة وتقاوم. إحنا في أهل البلد هنا ثابتين لمن الله يفرجها، يا بنروح على المكبرة يا بنظل في وطننا. في ذاكرة فلسطين الحديث اليوم عن سقوط حيفا التي سقطت بيد العصابات الصهيونية عام 1948، فإلى هناك. شهدت مدينة حيفا في 21 من نيسان العام 1948 واحدة من أشد عمليات التهجير القصري في العصر الحديث تحت غطاء كامل من قوات الانتداب البريطانية. ففي الوقت الذي كان من المخطط أن تنسحب القوات البريطانية من حيفا في 15 من أيار العام 48، بدأت بإخلاء مفاجئ لقواتها عن نقاط التماس بين الأحياء العربية واليهودية صباح 21 من نيسان. كانت العصابات الصهيونية على علم مسبق بالانسحاب البريطاني،
فشن لواء كرملي بقوته التي يبلغ تعدادها 3000 مقاتل هجوما مباغتا على المدينة من 3 جهات تحت اسم عملية المقص. امتلك لواء كرملي وهو واحد من الألوية 7 لسلاح الميدان التابع للهجنة عربات مصفحة ومدافع هاون من عيار إنشين وثلاثة إنشات وبنادق وقنابل يدوية بكميات كبيرة. لم يكن هناك تواجد لقوات من جيش الإنقاذ في حيفا، وإنما مواطنون متطوعون فقط لا يتجاوز عددهم 450 شخصاً مسلحين ببنادق معظمها من مخلفات الحرب العالمية الأولى ويعانون نقصاً كبيراً في الذخيرة. واجهت العصابات الصهيونية مقاومة شديدة ومعارك قاسية في 3 مواقع رئيسية: بيت عائلة خوري وشارع اللمبي وبيت النجادة في الحليصة. قتل المئات تحت القصف العشوائي للمنازل، مما أثار رعب 75,000 فلسطيني كانوا محاصرين في أحياء تقدر مساحتها بكيلومتر مربع ونصف. استخدمت العصابات الصهيونية في قصفها قذائف محلية تزن 60 رطلاً وبراميل متفجرة مليئة بالنفط، كما استخدمت البث الإذاعي باللغة العربية ومكبرات الصوت المحمولة على الشاحنات لحث الجميع على إجلاء المدينة فوراً. قصفت العصابات ساحة السوق القديمة بمدافع الهاون من عيار 3 إنشات لمنع الفلسطينيين من الاحتماء فيه، فهرب الجميع نحو الميناء وصعدوا القوارب التي سرعان ما امتلأت وانقلب كثير منها وغرق ركابها في البحر. لقد كانت الأوامر: اقتلوا أي عربي تصادفونه واحرقوا كل شيء قابلا للاحتراق. سقطت حيفا بيد العصابات، لكنها لم تسقط من قلوب سكانها اللاجئين والمحبين، وشعارهم الخالد: عائدون إلى حيفا. بهذا نصل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. شكرا لكم لحسن المتابعة. هذه تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله.